أعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الاتفاق مع المعارضة على اسم مرشح رئاسي، منتقدا الأداء الحالي للثنائي الشيعي في الملف الرئاسي الذي يوحد المسيحيين، متهما إياه أن الاستمرار بهذا النهج يؤدي حتما إلى مزيد من الاحتقان والفرز الطائفيين. كلام باسيل يشير إلى أنه بات أقرب إلى صف المعارضة بعيدا عن حزب الله، فهل اشتدت المعركة بين حزب الله والتيار في الملف الرئاسي؟ في الشكل ينفي نواب الثنائي هذا الكلام على اعتبار أن الاختلاف لا يفسد في الود قضية، وباب الحوار مفتوح ولكن من دون شروط. نحن مستعدين للحوار بأي وقت بحب، لأنه نجي ونقعد ونتحاور، فنحن لم نغلق باب الحوار. ولذلك سمحت السيد حكي كمان أمسيني بالخطاب الأخير وقال أنه هذا الموضوع نحن مستعدين للحوار إنما بدون شروط. طب علاقتكم كيف اليوم مع باسيل؟ علاقتنا بعدها مليحة مثل ما هي، حالة التواصل لم تنقطع، الخلاف في الرأي والتباين في وجهات النظر أمر طبيعي بين الحلفاء وبين أي فريقين، وبالتالي الاختلاف في بعض وجهات النظر لا يفسد في الود قضية. امبارح أعلن جبران باسيل أنه تم اتفاق مع المعارضة، هل صار اليوم بصف المعارضة بعيدا عن حزب الله؟ ما بعرف، هذا السؤال كنت أسأله الوزير جبران باسيل عليه. كيف العلاقة اليوم؟ العلاقة مثل ما عبر عنها هو، ما في انقطاع، هذا الفينا نقول عنه. في المضمون، إعلان باسيل ترشيح جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية هدفه إسقاط المرشح الذي يدعمه الثنائي لا أكثر ولا أقل. لدينا مرشح داعمينه، فنحن منطقيين ومبدئيين في هذا الأمر، ونقول صندوق الاقتراع في النهاية هي التي تحدد. تبحثوا عن اسم تالي؟ ليس هنالك من بلومبي حتى الآن لدى فريق مسيس. العبرة مش بالإعلان الشكلي أو عدم الإعلان، العبرة أنه هل فعلا هذا المرشح هو فعلا مرشح جدي لدى بعض القوى السياسية وبعض الكتل البرلمانية، أم هو مرشح مرحلة تكتيكي، خطة تكتيكية لضرب مرشح جدي لكي يستنبطوا أو نستنبط مرشح ثالث من بين المرشحين. أيها أنت بتقول؟ أنا بعتقد بتصور هو مرشح تكتي وليس مرشح جدي. ما بعتقد الموضوع جدي، احنا بنعتبر انه عبر عنه الوزير جهاد أزعور، هو بيعتبر انه هذا الموضوع عنده شك، انه هو نفسه عنده شك انه هذا الموضوع مطروح بجدي او غير جدي. ابتعاد باسيل عن حليفه الرئيسي حزب الله هل سيقتصر على الملف الرئاسي، ام ان الطلاق بينهما بات قاب قوسين او ادنى؟ ربا الفرن، قناة الجديد.